لما كنتوا مسؤولين كان الدنيا بتقوم وما تقعدش مهاجم 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 مهاجم، ثم تمخض المهاجم فانجب مودست. يعني في الاخر القصه دي كلها على مودست. كنت قريت مؤخرا كان عنده عرض من شتوتجارت وهو رفض عشان العلاقه التاريخيه مع بروسيا دورتموند، ما اعرفش صح ولا مش صح يعني. وكنت اسمع انه انتوا هنا بقى كشركه كوره كان لكم دور، عرضتوا عدد كبير جدا من المهاجمين على مارسيل كولر وهو رفض كل هؤلاء المهاجمين. كانت في اسماء دايما بتتردد، مش عارف مين من جنوب افريقيا ومين من الكونغو. احكي لي شويه في الموضوع ده. هو يا كابتن عشان الامور تبقى واضحه، صلاحياتنا في اتخاذ القرار كانت في ان انت اداره السكاوتنج بتاعتك بتعرض اسماء على المدير الفني، على لجنه التخطيط وعلى كابتن الخطيب. في الاخر مين متخذ القرار؟ المدير الفني. المدير الفني لان هو اللي في الاخر اللي بيحاسب اول واحد على النتائج. مظبوط. فهو كانت من وجهه نظره انه عرضت عليه مهاجمين؟ اتعرض عليه مهاجمين وقتها فعلا، عدد كبير زي ما كان بيتقال. اتعرض عليه مهاجمين، ولكن هو الراجل برضه اصل الموضوع الناس بتترجمه يا كابتن ان هو حاله عنده ويقول لك اصله في اختلاف، ما فيش الكلام ده خالص. في الاخر في الاخر بالظبط هي وجهه نظره اللي تحترم، وانت دورك كاداره ان انت تنفذ وجهه نظره وتلبي له طلباته عشان تعرف في الاخر تحقق او يحقق المطلوب منه. الموضوع بالبساطه دي، الناس دايما بتحب توصف المواضيع وتديها اكبر من حجمها بكتير. انا في الاخر كشركه وكسكاوتنج عملت شغلي، هو الراجل بيعمل شغله، مفيش اختلاف في حاجه ولا في ديبيت في مين اللي هيمشي وجهه نظره، لانه القرار متخذه بشكل اساسي هو المدير الفني ولجنه التخطيط والكابتن. ففي الاخر آليه اتخاذ القرار بناء على رؤيه فنيه تحترم.